السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيها التلاميذ الأعزاء، أينما كنتم وأينما وجدتم. نتلاقاو اليوم إن شاء الله باش نديروا التمرين الشامل تاع الدالة الأسية. هذا التمرين دوكا حيبان لكم في الشاشة، شوفوا واش فيه. فيه النهايات، فيه دراسة اتجاه تغير، فيه معادلة المستقيمة المقاربة، فيه مركز تناظر، فيه معادلة مماس، وفيه المناقشة البيانية. يعني حنتلاقاو بزاف الصوالح، سورتو انتوما اللي مازال ما بديتوش تريفيزيو بيان كوم الفو. ان شاء الله التمرين هذا يساعدكم باش تريفيزيو، وان شاء الله يا ربي يطيح لكم في الباك، هكذا تخدموا مليح وتدعوا لنا بالخير. بدون اي اطاله نبداو نجاوبوا على السؤال الاول. وقبل ما نجاوب على كل سؤال نفكركم هذاك السؤال او يتمحور حول ماذا. نكتبوا حنا الداله تاعنا، كيف جايه الداله تاعنا؟ واسمها اف لي اكس. ايوه اف لي اكس 3 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 على اكسبونونسيال اكس زائد 1. هذه هي الداله تاعنا اف لي اكس، معرفه على ار، معناتها من ناقص الى نهايه للزائد ما لا نهايه. سي اف المنحنى الممثل للداله اف، تمثيل بياني تاعها واسمه سي اف. السؤال الاول، احسب النهايات. احنا نكتبوا 1 حساب النهايات، اوكي. لو نكتبوا حساب، نديروا ديريكتوم هذا الحساب، لا ليميت تاع اف لي اكس، واش قال لك هنايا؟ عند الناقص ما لا نهايه والزائد ما لا نهايه، اوكي صح. كيما تعرفوا قاعدتك الداله الاسيه التمثيل البياني تاعها كيفاش داير؟ التمثيل البياني تاعها جاي هكذا. هذا المنحنى المستوي المنسوب الى المعلى المتعامد والمتجانس او اي جي، خلينا منه. اوكي كيف جاي الداله الاسيه؟ جايه هكذا، شوفوا تجي من ناقص ما لا نهايه وتطلع تطلع 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 حتى للزائد ما لا نهايه. هذا هو التمثيل البياني تاع الداله الاسيه. عند الناقص ما لا نهايه تؤول الى ماذا؟ عند الناقص ما لا نهايه هالك، عندما اكس يؤول للناقص ما لا نهايه الداله راهي تؤول للصفر. زيدوا شفاو ثاني على النهايه هذه اللي بلا ما نبرهنوها، لا ليميت عندما اكس يؤول للناقص ما لا نهايه تاع اكس اكسبونونسيال اكس هذه ثاني تؤول الى الصفر. شفاو على هذه، اوكي. دوكا نروح نشوفوا عند الزائد ما لا نهايه. لما اكس يؤول للزائد ما لا نهايه انا نشوفوا باللي مام اف لي اكس ولا اكسبونونسيال اكس هي ثاني راهي تروح للزائد ما لا نهايه. نكتبوا مالا، لا ليميت عندما اكس يؤول للزائد ما لا نهايه، النهاية عندما اكس يؤول للزائد ما لا نهاية تاع اكسبونونسيال اكس حتى تساوي لنا زائد ما لا نهاية. زيدوا شفاو ثاني على نهاية واحدة أخرى اللي بلا ما نبرهنوها كيما هذه برك جاية هكذا، شوفوا مليحة اكسبونونسيال اكس على اكس. لما اكس يؤول للزائد ما لا نهاية هذه ثاني تروح للزائد ما لا نهاية، اوكي. واش استفدنا منها؟ باللي الدالة الأسية ديما متزايده من ناقص من النهايه من زائد من النهايه، شفنا شويه النهايه تاعها. الشيء هذا او رايح يسمح لنا ثاني باش نحلوا التمرين هذا. نزيد نفكركم في حاجه واحده اخرى، وشنو هي حالات عدم التعيين؟ تعرفوهم ولا لا؟ حالات عدم التعيين، في المقرر انتوما عندكم 4، هما في الحقيقه كاين اكثر من 4، اوكي. وشنو هما 4 اللي عندكم انتوما في البرنامج تاعكم؟ عندكم ما لا نهايه على ما لا نهايه، هذه حاله عدم تعيين لازم ننحوها، صح. عندنا صفر على الصفر، اوكي. عندنا ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، اوكي. وعندنا الصفر في ما لا نهايه، اوكي. هذا واش نسحقوا في التمرين تاعنا الاول. اما لا نفصل الطابلو ونبداو نحلوا التمرين تاعنا الاول. فوالا نبداو نقولوا النهايه، نبداو بالناقص من النهايه، اوكي. لا ليميت النهايه عندما اكس يؤول للناقص من النهايه تاع واش؟ تاع 3 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 على اكسبونونسيال اكس زائد 1. دوكا انتوما في المسوده تاعكم واش تكتبوا؟ تكتبوا هكذا، تروحوا تعوضوا هذه ديروها في المسوده، ما ديروهاش في ورقه الاجابه، اوكي. ديروا هكذا، شوفوا مليحه، 3 اكسبونونسيال
اكس تاع الناقص من النهايه زائد واحد على واش اكسبونونسيال تاع الناقص من النهايه زائد واحد. اوكي هنا الناقص وهنا زائد ديروا هكذا. دونك بلي شفنا بلي الاكسبونونسيال وين تروح عند الناقص من النهايه شفنا بلي راهي تروح للصفر، معناتها هذه راح تروح للصفر وهذه راح تروح للصفر. واش يبقى لنا؟ يبقى لنا صفر ناقص واحد على صفر زائد واحد. واش تساوي لنا هذه؟ تساوي لنا ناقص واحد على واحد وتساوي لنا ناقص واحد. اوكي مال النهايه تاع الداله هذه الى ماذا تؤول؟ تؤول الى ناقص واحد. نكتبوا هكذا ناقص واحد. اوكي واش تكتبوا دابا فراغات الاجابه؟ تكتبوا هذا شوفوا مليح، لان اللي مكتوب بالزرق اكتبوه في المسوده اوكي، واللي مكتوب بالحل اكتبوه في ورقه الاجابه تاعكم تاع الباك ولا تاع الاكزام اوكي. لان نبداو بالفوقانيه، لا ليميت عندما اكس يؤول للناقص من النهايه، نبداو بالبسط ياك تاع 3 اكسبونونسيال اكس ناقص 1. هذه شحال صبناها الفوقانيه؟ صبناها 0 ناقص 1 وصبناها ناقص 1 ياك. والدوزيام المقام سهله، المقام الى ماذا يؤول المقام؟ هاك هادي نعاود لك، هادي نعاود نكتبوها هنا اوكي. اكسبونونسيال اكس زائد 1 الى ماذا قالنا هذا؟ 0 زائد 1 وصبناه 1. هذا هو التعليل، جيسبر تكونوا فهمتوها بيان اوكي. سقمو شي الكاميرا برك نواصلوا. دوكا درنا عند الناقص من النهايه، دوكا نديرو عند الزائد ما لا نهايه اوكي. ونشوفوا عند الزائد ما لا نهايه الى عندنا حاله عدم تعيين ولا ما عندناش. نكتبوا النهايه تاع عندما اكس يؤول للزائد من النهايه تاع 3 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 على اكسبونونسيال اكس زائد 1 اوكي صح. دوكا وين نروحوا؟ نروحوا للمسودة. واش نكتبوا في المسودة؟ نكتبوا هذا شوفوا مليحة، نكتبوا 3 اكسبون، معليش ما نعرفش نكتب الفاتو بصح معليش، 3 اكسبون نعوضوا فيها هنا الزائد من النهاية، نعوضوا في الاكسبونونسيال الزائد من النهاية على خاطرش عندنا الزائد من النهاية على اكسبونونسيال تاع الزائد من النهاية زائد 1. هذا واش حيعطي لنا؟ حيعطي لنا زائد من النهاية زائد 1 على زائد ما لا نهايه زائد واحد، يعني تعطينا ما لا نهايه على ما لا نهايه. وكما شفنا من قبل في حاله عدم تعيين الاربعه، الما لا نهايه على ما لا نهايه هو ثاني حاله عدم تعيين. دوكا واش لازمنا نديرو؟ لازمنا ننحو هذه الحاله، لازمنا ننحو حاله عدم التعيين هذه. واش نكتبوا لهنايا؟ نكتبوا هنايا حاله عدم التعيين اوكي. ودوكا نكتبوا ازاله حالة عدم التعيين، ولا تقدروا ما تكتبوهاش ثاني هذه، تقدروا ما تكتبوهاش، اوكي؟ تقدروا تحلوها بلا ما تكتبوا إزالة حالة عدم التعيين هذه. أنا في الحالة هذه واش راح ندير؟ كاين بزاف طرق نستعملو، خطرة نختزلو، خطرة نخرجو إكسبونونسيال على المشترك، كل خطرة واش نديرو؟ أفورس نحلو بزاف تمارين، يولي عندنا الريفلاكس ناتورال، نشوفو ديريكتومون واش من الدالة يلزمنا، على كل حال حنا باش نحلو، نسيو شحال من طريقة، اوكي؟ أنا الطريقة اللي راح نديرها في الحالة هذه، شوفو واش راح نديرها. نعاود نكتب النهاية تاعي عندما اكس يؤول للزائد ما لا نهاية اوكي. دوك انا واش راح ندير انايا؟ راح نسي نخرج منها، شوفوا هذه راح نخرج اكسبونونسيال عامل مشترك، خرج اكسبونونسيال عامل مشترك. واش تولي لي من الفوق؟ شوفوا مليحة، تولي لي اكسبونونسيال اكس في واش؟ شوف منا نخرج هذا، نخرجو منا من الفوق، تولي لي في 3 ناقص 1 على اكسبونونسيال اكس. نزيد نخرج اكسبونونسيال من تحت، واش يولي لي؟ اكسبونونسيال اكس في 1 زائد 1 على اكسبونونسيال اكس اوكي. ما درت والو، خرجت غير الاكسبونونسيال اكس عامل مشترك. كي خرجت دوكا عامل مشترك واش قادر ندير دوكا؟ قادر نختزلو اوكي. كي نختزل هذا مع هذا يروح الاكسبونونسيال اكس. واش يبقى لي دوكا؟ بقى لي 3 ناقص 1 على اكسبونونسيال اكس، ومن تحتها بقى 3 ناقص 1 على اكسبونونسيال اكس على 1 زائد 1 على اكسبونونسيال اكس. لو كان دوكا نروح نعوض انايا شحال نصيب؟ شوفوا مليحه، نروحوا للمسوده تاع، نروحوا للمسوده تاعنا واش نديروا؟ نديروا هكا 3 باش نكتب، علاش نديروا 3 ناقص 1 على
عندما x يؤول للزائد ما لا نهاية. شوفوا قال هكذا في المسودة تاعي، زائد واحد على إكسبونسيال تاع الزائد ما لا نهاية. أوكي دونك هذه واش تساوي لي؟ تساوي لي 3 ناقص واحد على الزائد ما لا نهاية على واحد زائد واحد على زائد ما لا نهاية. ثم على بالكم باللي هذه واحد على زائد ما لا نهاية شغل واحد على مليار، راح تجيني 0.0000 بزاف، يعني واحد على ما لا نهاية راح تروح بصفر. سما هذه راح تروح بصفر وهذه راح تروح بصفر، وشحال تبقى لي؟ تبقى لي 3 ناقص 0 على 1 زائد 0 وتساوي لي 3 على 1 وتساوي لي 3. هذه نكتبوها في المسودة، عرفنا باللي النهاية تاعها عند زائد من النهاية تساوي لنا 3. باش نديرو دوكا نكتبو الثلاثة هنايا اللي صبناه هنا، ونكتبو لو بيان سور التعليل تاعنا. باش اسكو يكفيني اللي ساعة نكتبها هنا ولا لا؟ لا تبان هنا ايا اوكي نكتبها هنا تبان ايا بيان. لماذا نكتبوا له؟ لان شحال صبنا البسط لا ليميت عندما اكس يؤول للزائد من النهايه تاع 3 ناقص 1 على اكسبونونسيال اكس. شحال صبنا هذه؟ صبنا هاي صبناها 3 ناقص 0 صبناها 3. اوكي صبناها 3 والمقام شحال صبناه؟ لا ليميت عندما اكس يؤول للزائد من النهايه تاع واش؟ تاع 1 زائد 1 على اكسبونونسيال اكس. هذه شحال صبناها؟ هاي 1 زائد 0 صبناها 1، وهكذا رانا كملنا النهايات. نتلاقاو دوكا في السؤال اللي راه جاي من بعد. جيسبر تكونوا درتوا بوز وحليتوا التمرين، ودوكا راكم تشوفوا معنا الحل، ماشي راكم تشوفوا معنا الحل بصح معليش ما ملي راكم ديروا هكذا معليش. نتلاقاو دو فاصون في السؤال الثاني، نفصل الطابلو ونولي تو سويت. ونتلاقاو دوكا في السؤال الثاني. واش قال لك السؤال الثاني؟ قال لك ادرس اتجاه تغير الداله اف. حنا نكتبوا مالا دراسه اتجاه تغير الداله اف. كيفاش ندرسوا اتجاه تغير الداله؟ لازمنا نشتقوها من بعد اللي نصيبوه ندرسوا الاشاره تاعو. قبل ما نبدا الحل خلوني نفكركم شويه في الاشتقاق. واش نسحقوا هنايا؟ نسحقوا اشتقاق تاع الداله الكسريه، ولا اشتقاق داله على داله، ولا اشتقاق كثير حدود على كثير حدود. كيعود عندنا اف على جي وحنا حابين نشتقوا كلش اف على جي، واش يقول لك القانون؟ يقول لك دير كسر وهنا دير جي مربع. اوكي اشتق اف في جي ناقص تشتق جي في اف، يعني تشتق اف سما اف بريم في جي هاني ناقص جي بريم في اف. هذا القانون الاول تاعنا. القانون الثاني شنو هو؟ كيعود عندك اف في جي شو يساوي لنا؟ هذا اشتقاق تاعهم كاع. واش يساوي لنا؟ يساوي لنا اشتقاق تاع اف في جي زائد الاشتقاق تاع جي في اف. اوكي نزيدو حاجه واحده هي الاشتقاق تاع الداله الاسيه. كيعود عندنا اكسبونونسيال تاع او اكس اشتقاق تاعها كاع شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الاشتقاق تاع او بريم، يعني الاشتقاق تاع او لي اكس اللي هو او بريم تاع اكس في اكسبونونسيال تاع او لي اكس. مثال كنقول لكم انا اكسبونونسيال تاع 3 اكس الاشتقاق تاعها الكامل وشو يساوي لنا؟ يساوي لنا الاشتقاق تاع 3 اكس هذه نشتقوها في واش؟ في هذه في اكسبونونسيال تاع 3 اكس. اشتقاق تاع هذه بالنسبه الى اكس ماذا يساوي لنا؟ يساوي لنا 3 في او في اكسبونونسيال تاع 3 اكس. هكذا نشتقوا الداله الاسيه تاعنا. القوانين هادو اللي شفناهم دوكا راح نستعملهم هنا باش ندرس اتجاه تغير الداله اف. اوكي نبداو على بركه الله نفصل الطابلو تاعنا ونبداو نحلو. قبل ما نبداو نحلو واش نقولوا؟ نقولوا الداله اف قابله للاشتقاق على اف على مجموعه تعريفها. اوكي الداله اف قابله للاشتقاق على ار مجموعه تعريف تاعها. اوكي ونبداو نشتقوا. نقولوا اف بريم لي اكس واش يساوي لنا؟ يساوي لنا كما قلنا من قبل نديروا المقام تاعنا كاع مربع فوالا تهنينا منه. اوكي دوكا واش نديروا؟
نشتقوا الاول في الثاني، نشتقوا هذا شوف 3 اكسبوننسيال اكس ناقص 1 هذا قاعد نشتقوه في واش في التحتاني اكسبوننسيال اكس زائد 1 اوكي ناقص المشتق تاع التحتاني في الفوقاني في هو 3 اكسبوننسيال اكس ناقص 1. شوفوا مليح نتاكدوا اسكو انا غالطين ولا لا. لا جيسبر ما نكونوش غالطين. فوالا وانتم ديما في ليكزام هاد الداله ردوا بالكم تغلطوا فيها، لازم تعاود تكتبها كيما راهي مكتوبه. تقدر تغلط هنا اوليو زائد دير ناقص وتكمل الحل تاع كاعيتيك وانت راك غلط. اوكي لازم ديما نتاكدوا. نبداو نشتقوا على بركه الله. دوك كيفاش نشتق انايا 3 اكسبوننسيال اكس ناقص 1؟ الاشتقاق تاع هذه كاع واش يساوي لنا؟ يساوي لي الاشتقاق تاع 3 اكسبوننسيال اكس ناقص 1. اوكي غادي ندير الاشتقاق، هذا حيروح لنا بزيرو، تهنينا منه باسكو الاشتقاق تاع عدد يروح بزيرو. دوكا 3 اكسبوننسيال اكس واش يساوي لنا هذا؟ كيما قلنا من قبيله اف في جي، واش قلنا؟ اف بريم في جي زائد جي بريم في اف. غادي نعاود من الزيرو هكذا باش ما نغلطوش كاع يتيك، وحتى الناس اللي بدات جديده يتبعوا معنا. اوكي صح دوك حنستعمل انا هذه، تسمى راح ندير 3 بريم في اكسبوننسيال اكس زائد اكسبوننسيال اكس بريم في 3. اوكي هادي حتروح لنا بزيرو باسكو المشتق تاع 3 هو زيرو، تبقى لنا هادي 3 اكسبوننسيال اكس، يعني المشتق تاع هذا قاعدك شحال راح نصيبو؟ 3 اكسبوننسيال اكس. اوكي فوالا نمحي هادي ونكتبو المشتق تاع شحال قلنا نصيبوه 3 اكسبوننسيال اكس. اوكي نكتبو المقام تاعنا، هادي 3 اكسبوننسيال اكس المشتق تاعها في واش؟ في اكسبوننسيال اكس زائد 1 ناقص دوكا شحال المشتق تاع هذا؟ اكسبوننسيال اكس. اوكي اكسبوننسيال اكس في 3 اكسبوننسيال اكس ناقص 1 هكذا غنشتقيتها. نحبس هنا؟ نو لازمني نكمل قد ما نبسط قد ما مليح، هكذا نقولوا في الرياضيات. اوكي دوكا هنا واش عندي؟ عندي 3 اكسبوننسيال اكس في اكسبوننسيال اكس. هنا ردوا بالكم تغلطوا، لازم تكونوا تعرفوا مليح خواص الاسس اللي قريتوهم في السنه الاولى الثانوي تاعكم. كي نقول لكم انا اكسبوننسيال اكس في اكسبوننسيال اكس، اوكي هذا ما يساويش اكسبوننسيال اكس مربع، ردوا بالكم تغلطوا. اوكي هذا يساوي لي شحال؟ شحال يساوي هذا؟ يساوي اكسبوننسيال تاع اكس زائد اكس ويساوي اكسبوننسيال 2 اكس. اوكي لازم ما نغلطوش قاعدتك. كي نقولوا احنا 100 زائد 1000 شحال يساوي لنا هذا؟ يساوي لنا هكذا 1 2 3 4 ياك نحكم الاصفار نديرهم هنايا كيما راه. اوكي لو كان هادو نعاود نكتبهم بهذه الطريقه، شوفوا 10 اس 2 زائد 10 اس 3 نفس الكتابه هذه ولا هذه كيف كيف. هنا واش راح ندير؟ ما راحش ندير 10 2 في 3 امبوسيبل، ما نديرش هكذا. واش راح ندير؟ راح ندير 10 اس 2 زائد 3 وراح نصيب 10 اس 5 اللي هي هذه هكذا. تسمى لازم ما نغلطوش كاع ايتيك خاش نعرفوا الاساسيات لازم برك نوظفوها. اوكي خلاص نمحي هذه تهنينا منها، ما نكتروش بزاف الكتيبه والهضره. نكملوا هذه يلا تساوي تحت تساوي المقام تاعنا اللي تهنينا منه. نبداو 3 اكسبوننسيال اكس في اكسبوننسيال اكس شحال يساوي لنا؟ 3 اكسبوننسيال 2 اكس. 3 اكسبوننسيال اكس زائد 3 اكسبوننسيال اكس بون نديرو زائد 3 اكسبوننسيال اكس في 1 تعطينا 3 اكسبوننسيال اكس ناقص اكسبوننسيال اكس في 3 اكسبوننسيال اكس تعطينا ناقص 3 اكسبوننسيال تاع 2 اكس زائد ناقص في الزائد ناقص في الناقص زائد واش؟ اكسبوننسيال اكس. كيما راكم تشوفوا هنايا عندنا هذا ناقص هذا ثم راح يروح لنا بزيرو، وعندنا 3 اكسبوننسيال اكس زائد اكسبوننسيال اكس واش يساوي لنا هذا؟ 4 اكسبوننسيال اكس. نكتبها هنايا يلا عندنا الاسباس 4 ولا ما يكفيناش 4 اكسبوننسيال اكس على اكسبوننسيال اكس زائد 1 الكل مربع. دوكا في بالكم كيفاش راهي اشاره تاع الداله المشتقه هذه؟ من تحت عندنا اكسبوننسيال اكس زائد 1. اوكي اكسبوننسيال اكس زائد 1 هاي الكل مربع، هذه كيفاش راهي؟ هاي اكبر من الصفر باسكو راهي بالمربع. اوكي ومن الفوق واش عندنا؟ عندنا 4 اكسبوننسيال اكس، كيفاش راهي هذه؟ كي شفنا كيفاش شفنا في بدايه الفيديو قلنا بلي الاكسبوننسيال اكس جاي هكا
وقلت لكم انايا باللي موجب، راك تشوفوا جاي فوق، جاي من فوق ماشي من تحت، يعني جاي ديما موجب. يعني حتى هذه 4 اكسبونونسيال اكس ثاني راهي موجبه. اوكي، يعني قلنا لدينا هذه، هذا موجب وهذا موجب، اذا ماذا؟ اذا 4 اكسبونونسيال اكس على اكسبونونسيال اكس زائد 1 مربع الكل راهو موجب. يعني كي نديروا جدول التغيرات وجدول الاشارات تاعنا كيف راح نصيبوه؟ من ناقص من النهايه للزائد من النهايه، مجال التعريف تاعنا. اوكي، هنا واش عندنا؟ عندنا اف بريم لي اكس اللي صبناه احنا موجب، يعني الداله تاعنا كيفاش راح تكون؟ راح تكون متزايده تماما. مقبله شحال صبناها في الناقص من النهايه؟ بغينا نديروا اف لي اكس. اوكي، مقبله في النهايه شحال صبناها عند الناقص من النهايه؟ نعاودوا نشوفوا كي حسبنا شحال صبناها عند الناقص من النهايه. صبناها ناقص واحد. اوكي، هنا ناقص واحد، وعند الزائد من النهايه صبناها 3. اوكي، هكذا رانا كملنا السؤال الثاني. نروحوا دوكا للسؤال الثالث، ونلتقي في السؤال الثالث. واش قال لك في السؤال الثالث؟ قال لك حدد معادلات المستقيمات المقاربه للمنحنى سي ار. احنا نكتبوا 3 تحديد معادلات المستقيمات. هذا السؤال كل حال جاوبنا عليه من قبل بلا ما نفيقوا. هذوك تشوف مستقيمات المقاربه. مقبله كي حسبنا لا ليميت لدينا، مقبله كي حسبنا النهايه عند الناقص من النهايه شحال صبناها؟ صبناها ناقص واحد. اوكي، وعند الزائد من النهايه شحال صبناها؟ عند الزائد من النهايه شحال صبناها؟ نورمالمون صبناها 3 ياك. خلاص، مال هذا مستقيم مقارب معادلته إيكغراك. شوفوا هذه كاع إيكغراك، شوفوا اف لي اكس تساوي اف لي اكس هي إيكغراك، اف لي اكس تساوي ناقص واحد. باش نقول هنايا المنحنى سي اف يقبل مستقيم مقارب ياك، معادلته شحال؟ إيكغراك تساوي بلا نسموها إيكغراك ولا نسموها إيكغراك واحد. اوكي، معادلته شحال؟ إيكغراك تساوي ناقص واحد. اوكي، بي جي وار واش؟ بي جي وار الناقص من النهاية، عند الناقص من النهاية ياك، عند الناقص من النهاية. بي جي وار الناقص من النهاية. وكيف هنا المنحنى سي اف يقبل مستقيم مقارب معادلته شحال هنايا؟ إيكغراك 2 شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا 3. نقدروا ثاني نسموهم إيكغراك إيكغراك، ما يهمش. اوكي، بي جي وار واش؟ بي جي وار الزائد ما لا نهاية. اوكي، للمنحنى نكتبوا للمنحنى سي اف. اوكي، هكذا رانا جاوبنا على السؤال الثالث. نتلاقوا بدون أي إطالة في السؤال الرابع. نلتقي مجددا يا خوتي الأعزاز في السؤال الرابع. قال لك بين أنه من أجل كل عدد حقيقي اف لي اكس زائد اف لي ناقص اكس تساوي لنا 2. عن بالي بلي السؤال هذا صعيب، ان شاء الله دوكا نشوفوا كيفاش نحلوه ويجينا ساهل، ولا طاح لكم في الباك يجيكم ساهل ان شاء الله. شنو نقولوا دوكا؟ 4 تبيين ولا بيان كيف تبيين انه من اجل كل عدد حقيقي. فوالا عدد حقيقي، واش عندنا؟ عندنا قال لك اف لناقص اكس زائد اف لي اكس شحال تساوي لنا؟ 2. اش يكون عدد حقيقي اكس؟ فوالا هذا هو السؤال الثاني. اف لي اكس ولا هنا كيف هكذا اف لي اكس زائد اف لي ناقص اكس كيف؟ على كل حال سي لا ميم شوز، نفس الشيء، وجهان لعمله واحده. حنا دوكا نروحو نديرو اف لي اكس ونديرو اف لي ناقص اكس. قبل ما نديرها نفكركم برك بحاجة، باللي اكسبونونسيال ناقص اكس شحال تساوي لنا؟ 1 على اكسبونونسيال اكس. اوكي، هذه هي. واي عدد ممنوع كان زعما نقولو دوكا 10 اس ناقص 2 شحال تساوي لنا هذه؟ 1 على 10 اس 2. اوكي، هذه هي. وعلاش تساوي لنا هكذا؟ باسكو دوكا انا كنقول لكم 10 اس ناقص 2 هي نفس الشيء، هذه هي نفسها
10 أس 0 ناقص 2 ياك، يعني واش تساوي لنا 10 أس 0 على 10 أس 2، هادو خواص الأسس. أوكي، وشحال 10 ولا أي عدد أس 0 ما عدا 0 بيان سور، أي عدد أس 0 شحال يساوي لنا؟ يساوي لنا 1. عليها باش ما تلف لكمش قاعدة. أوكي، هادي أنا رايحين نسحقوها دوك هنايا. أوكي، ونقدو تاني ما نخدموش بها. نبداو حنا نعوضو ونشوفو كيفاش اف لي اكس زائد اف لي ناقص اكس يلزمنا نصيبوها اثنين. نكتبو اف لي اكس تاعنا. اوكي، نديرو هذا، شحال اف لي اكس؟ 3 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 على اكسبونونسيال اكس زائد 1. شوفو لازم نصيبوها اثنين. دوكا نروح نعوض انا ناقص اكس، شحال نصيبو ناقص اكس؟ نصيبو هكا، شوفو زائد، عفوا نديرو زائد، فوالا 3 اكسبونونسيال ناقص اكس ناقص 1 على اكسبونونسيال ناقص اكس زائد 1. انا باش ما تتلف لكمش كاعيتيك نكتبها بطريقه واحده اخرى، هذه نخليها كيما راهي، هذه نكتبها بطريقه واحده اخرى. اوكي، نقدر نخليها كيما راهي. شوفوا مليح، 3 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 على اكسبونونسيال اكس زائد 1 زائد، هذه نكتبها هكذا، شوفوا 3 على اكسبونونسيال اكس ناقص 1 على 1 على اكسبونونسيال اكس زائد 1. واش درت دوكا؟ ما درت والو، كتبتها كما قلنا من قبيله. اوكي، دوكا عندي مقام اكسبونونسيال اكس زائد 1، وهنا عندي مقام ماشي كيما هذا، وانا لازم مع الاخر لازم نصيبها 2. يعني واش لازم ندير؟ لازم المقام هذا اكسبونونسيال ناقص اكس ولا 1 على اكسبونونسيال اكس زائد 1 لازم نردو يشبه لهذا. الطريقه اللي قادر نديرها تعرفوا شنو هي؟ نسيي دوكا نخرج 1 على اكسبونونسيال اكس عامل مشترك باش يولي هذا المقام يشبه للمقام هذا. اوكي، شوفوا واش راح ندير. نكتب هذه كيما راهي هنايا، 3 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 على اكسبونونسيال اكس زائد 1. هنا شوفوا واش راح ندير، نسيي نخرج، قلنا 1 على اكسبونونسيال، نبدا بالمقام معليش، نخرج 1 على اكسبونونسيال اكس عامل مشترك، هنا واش يولي لي؟ يولي لي 1 ياك. اوكي، هنا يولي لي 1 زائد واش؟ زائد اكسبونونسيال اكس. ولو كان تشوفوا، لو كان نروح نعوض هذا هنايا، لو كان نروح ننشر هذا راح نصيب هذا. اوكي، دوكا من الفوق واش ندير؟ من الفوق ثاني نخرج 1 على اكسبونونسيال اكس كيف كيف، واش يولي لي هذا؟ يولي لي 3 ناقص اكسبونونسيال اكس. وتشوفوا في النهايه تخرجنا عامل مشترك، وهنا ثاني نخرج عامل مشترك. دوكا واش نديرو؟ دوكا نديرو هذا مع هذا، نديرو له شلاخ شلاخ ونختازلو 1 على اكسبونونسيال اكس، ورانا تهنينا منه. واش انا نشوفو دوكا؟ انا نشوف بلي عندنا مقام ولا 1 ولا عندنا مقام مشترك. اوكي، بو انا خدمت هكذا، كنت قادر ثاني نخدم مع اكسبونونسيال ناقص اكس، ونكتب اكسبونونسيال ناقص اكس نخرجو عامل مشترك. انا درت هكذا باش اللي راهم في الفيديو كاع يفهموا، الناس اللي تفهم المات وبالناس ثاني اللي عندها صعوبه في فهم المات. نكملوا على بركه الله. اوكي، فوالا هادي دوكا عاود نكتبها هنايا، واش تولي لي هادي؟ 3 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 على اكسبونونسيال اكس زائد 1 زائد اكسبونونسيال اكس زائد 1 هاليك. ومن الفوق شحال عندنا؟ عندنا 3 ناقص اكسبونونسيال اكس، نردو بالنا توجو من الناقص ومن الزايد، فوالا عندنا زائد زائد، فوالا. اوكي، دوكا ندير لهم مقام واحد، 3 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 زائد 3 ناقص اكسبونونسيال اكس. دوكا واش نديرو؟ 3 ناقص 1 شحال تعطينا؟ 2 اكسبونونسيال اكس، وناقص 1 زائد 3 شحال؟ زائد 2 على اكسبونونسيال اكس زائد، ما تحيرو ما والو، ما درت والو، جمعت هادي مع هادي. ها عندي اكسبونونسيال 3 ناقص 1 شحال تعطيني؟ 2، وناقص 1 زائد 3 تعطيني 2. دوك هنا واش ندير؟ نخرج 2 من فوق عامل مشترك، واش تولي لي؟ 2 في اكسبونونسيال اكس زائد 1 على اكسبونونسيال اكس زائد 1، ونختازل هذا مع هذا وراني صبتها 2. اوكي، دوكا انا بينا له باللي اف لي اكس زائد اف لي ناقص اكس شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا 2. دوكا قال لك فسر النتيجه هندسيا، انا باش نفسرها لازم دوك نفاصل الطابلو ونتلاقاو توت سويت ونفسروها هندسيا.
ونتلاقاو في تفسير النتيجة هندسيا. نعاود نكتب وصبنا مقبلة ونفهمكم مليح. اوكي احنا وصبنا لدينا، شوفوا مليحة، لدينا واش شفنا بلي اف لي ناقص اكس زائد اف لي اكس حسبناها صبناها 2 ياك. اوكي واش نقولوا؟ من اجل كل اكس ينتمي الى ار فان ناقص اكس تنتمي الى ار. خلينا مع هذه. اوكي كيف نكتبوها ديما؟ ولا نقولوا من اجل كل اكس، ولا لدينا اكس ينتمي الى ار ناقص اكس ينتمي الى ار. اوكي دوكا ندير لكم في ليكرون شويه تصاور تاع مراكز تناظر هكذا، دوك يجوز عليكم وحده بوحده باش تشوفوا شنو هو مركز تناظر منحنى معين. شنو هو مركز تناظر؟ معناتها نقطه من نقاط المنحنى تاعي يدير فيها كما نقولوا حنايا يدير تناظر، نص يتناظر مع نص واحد اخر بالنسبه لنقطه معينه. التناظر هذا قريته بكري في السيام كي كنت تقراو السنه الثانيه متوسط. اوكي شفتوا واش معناتها نقطه التناظر ولا مركز تناظر منحنى؟ اوكي صح. حدوك كي صبنا هذه شوفوا مليحه واش يقول لك القانون تاع مركز تناظر. يقول لك اف لي واش لي 2 كتبها بلون واحد اخر، اف لي 2 الفا اوكي ناقص اكس زائد اف لي اكس شحال نصيبو؟ لازم نصيبو 2 بيتا. هذا هو القانون تاع مركز تناظر. اوكي وراه مركز تناظر هنا هو اوميغا مثال الفا بيتا، الفاصله تاعو الفا والترتيبه تاعو بيتا، هذاك هو مركز تناظر المنحنى تاعنا. حنايا هنا واش درنا؟ درنا اف لي اكس. يعني لو كان عاود نكتب انايا الطريقه هذه شوفوا مليحه، هذا القانون عاود نكتبه هنا هاك ها اف لي 2 بون نكتبوها هكذا سمحوا لي برك شوف شنو نكتبوها. نكتبوها هكذا ها اف لي 2 في 0 في 0 ناقص اكس زائد اف لي اكس تساوي لنا 2 في 1. كون تشوفوا تسمى لو كان نروح نعوض انا في القانون هذا نعوض 0 ونعوض 1 راح نصيب واش كنا نديرو مقبله. اوكي تسمى هذا احنا اللي حليناها مقبله، احنا حلينا هادي. اوكي القانون تاع مركز التناظر واش نكتشفوا منه؟ نكتشفوا باللي رانا صبنا مركز تناظر. اوكي اذا المنحنى سي اف يقبل مركز تناظر اوميغا. شحال يساوي لنا اوميغا هنايا؟ هاو لك الفا 0 1 كيما راكو تشوفوا، وهاو لك القانون تاعنا هذا هو مركز تناظر. حلينا من قبل قبل ما نفيقوا. لو كان نروح نعاود لكم دوكا، لو كان نروح نعوض انا هنا 0 شحال تجيني هنا؟ كي نعوض 0 شحال تولي لي هذه هنا؟ تولي لي اف لي شحال لي ناقص اكس ياك زائد اف لي اكس شحال نصيبوها؟ 2. القانون اللي درناه دوكا من قبل ماشي حاجه صعيبه، وهذا هو القانون تاع مركز التناظر. بالك وبرك لف لكم في الحساب. كملنا مع التمرين هذا، دوكا نروحوا نورمالمون لمعادله مماس. نتلاقاو توت سويت. السؤال الخامس: بين ان المنحنى سي اف يقبل مماسا تي معامل توجيهه يساوي 1، يطلب كتابة معادلة له. احنا دوكا واش متمرين رانا؟ شنو السؤال رانا؟ رانا في السؤال الخامس. اوكي تبين ان المنحنى سي اف يقبل شنو؟ مماسا. اوكي مماسا تي، واش قال لك؟ قال لك مماسا تي معامل توجيهه شحال؟ 1. يطلب كتابة معادلة له. صح. دوك حنا واش شنو هي معادلة مماس؟ معادلة مماس جاية هذا شوف. اف بريم لي اكس صفر في اكس ناقص اكس صفر زائد اف لي اكس صفر. اوكي هذه هي معادلة المماس اللي نعرفوها. كيفاش هي مكتوبة؟ هي مكتوبة من الشكل هذا شوفوا مليح. ا اكس زائد ب. الا هذا واش نسموه؟ الا هذا عنده بزاف تسميات، نقدروا نسموه الميل، اوكي نقدروا نسموه التونجونت، ونقدروا ثاني نسموه كما سماه هو واش قال لك؟ معامل توجيه. سما الا هذا هو معامل التوجيه. اوكي
حنا الا هذا شحال هو هنايا؟ الا هذا هو اف بريم لاكس صفر، هذا هو الا ياك، اف بريم لاكس صفر. قال لك هذا راه يساوي لنا واحد، كما قال لك عامل توجيه هو واحد. اوكي حنا من قبيله كيش تقينا اف لاكس شحال صبناها نورمال مولا مانيش ناسي، صبناها 4 اكسبونونسيال اكس على 1 زائد اكسبونونسيال اكس الكل مربع. نورمال صبناها هكذا ياك، نتاكدوا بغاك نتاكدوا شحال صبناها، شحال صبنا فوالا صبناها هكذا. تسمى هذه كاع قال لك تساوي لنا واحد. واش معناتها تساوي لنا واحد؟ نكملوا بها. 4 اكسبونونسيال اكس تساوي لنا شحال؟ 1 زائد اكسبونونسيال اكس الكل مربع. هنايا واش درت؟ ضربت هذا في هذا، هذا في هذا. دوكا تعرفوا المتطابقات الشهيره، كيعود عندنا ا زائد ب الكل مربع واش يساوي لنا؟ يساوي لنا ا مربع زائد ب مربع زائد 2 ا في ب. اوكي سمعتوا لينا هكذا؟ شوفوا مليح، 4 اكسبونونسيال اكس تساوي لنا، تساوي لنا 1 زائد واش؟ هنا ردوا بالكم تغلطوا، كي نقولوا اكسبونونسيال اكس في اكسبونونسيال اكس هذوك عندهم متطابقه شهيره ياك، ا مربع زائد ب مربع زائد 2 ا ب. هنا كيقول لك ا مربع ما طاحش دير كيما مقبيله اكس اكس مربع، ردوا بالكم تغلطوا في هذه ويروح لكم الباك. اوكي حنا نديرو كيما قلنا مقبيله اكس زائد اكس، تسمى شحال تولي لنا هذه؟ تولي لنا 1 زائد اكسبونونسيال 2 اكس زائد اكس زائد 2 في 1 في اكسبونونسيال اكس. اوكي اوكي فوالا نكملوا. دوكا واش نديرو؟ دوكا نسيو ندو هذا منا، هادو كاع ندوهم منا، واش يولوا لنا؟ 4 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 ناقص اكسبونونسيال 2 اكس ناقص 2 اكسبونونسيال اكس تساوي لنا الصفر. دوكا نحكموا هذا مع هذا شحال يساوي لنا؟ 4 ناقص 2 يساوي لنا 2 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 ناقص اكسبونونسيال 2 اكس شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا الصفر. اوكي 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 سي بون. دوكا لو كان هادي كاع نضربها في الناقص، اوكي كون نضربها كاع كيعود عندي اكس يساوي صفر، نقدر ندير ناقص اكس يساوي صفر كيف كيف لا ميم شوز، هادي ولا هادي سي كيف كيف. اوكي دوكا انا هادي كاع نسي نضربها في الناقص، شوفوا واش تولي لنا. تولي لي هكذا ناقص 2 اكسبونونسيال اكس زائد 1 زائد اكسبونونسيال 2 اكس تساوي لنا الصفر. ولو كان نلاحظوا فيها مليحه هذه هي من الشكل واش راهي من الشكل هذا، شوفوا مليحه ناقص 2 ا في ب زائد ا مربع زائد ب مربع، هذه راهي شغل متطابقه شهيره. سما هذه كاع شحال تولي لنا؟ كان نحب انا ندير لها تحليل شحال تولي لي؟ تولي لي ا ناقص ب الكل مربع. اوكي سما هذه كاع شحال تولي؟ هذه كاع تيك تولي لنا هكذا، شوفوا مليحه تولي لي 1 ناقص اكسبونونسيال اكس الكل مربع تساوي لنا الصفر. جيسبر تكونوا فهمتوا مليح، ماشي حاجه معقده ولا، ركزوا فيها مليح راكم رايحين تفهموها. اوكي ضربتها في الناقص كانت هكذا، كانت هكذا ضربتها في الناقص ولا هكذا، غير ضربتها في الناقص لاحظت باللي راهي متطابقه شهيره منشوره. حللتها ولات لي هكذا ا ناقص ب الكل مربع، ولات لي هكذا ا ناقص ب الكل مربع، كتبتها كيما راهي ان شاء الله برك ما تعقدلكمش باسكو ماشي حاجه صعيبه. اوكي نعاود لكم ثاني بور لا ترويزيام فوا، واش درت دوكا؟ خدمت الخدمه تاعي هذه كاع ايتيك نورمال نورمال نورمال، تحقت لهنا هذه ديتها منا ولات بالناقص، نقصت هذه من هذه ولات لي 2 اكس ناقص 1 ناقص اكسبونونسيال تاع 2 اكس، من بعد هكذا ما عجبتنيش ضربتها في الناقص ولات لي هكذا، اكتشفت بلي متطابقه شهيره رديتها هكذا. اوكي اوكي هنايا قلنا اف لي اكس صفر تساوي واحد. اوكي سما حنا قادرين نقولوا زعما مثال هذه كاع اكس صفر اكس صفر، ولا نقدروا ثاني ما نقولوش اف لي اكس صفر نخلوها كيما راهي اف لي اكس. اوكي صح دوك انا هذه باش تساوي لي صفر واش يلزم لي؟ يلزم واحد ناقص اكسبونونسيال اكس تساوي صفر، يعني اكس شحال لازم يكون يساوي؟ لازم يكون يساوي صفر. وعلاش؟ باسكو عندي واحد ناقص اكسبونونسيال اكس. وعلاش تبعوا مليح؟ نعاود نفهمها لكم هكذا، عندي هذه تساوي لي صفر ياك، تسمى لازم لي هذه كاع تساوي صفر اللي راهي داخل، وباش هذه تساوي صفر شحال لازم؟ لازم واحد يكون لي اكسبونونسيال اكس،
معناتها لازم اكس يكون صفر باش هذا كاع يكون واحد باش يجيني واحد يساوي لي واحد، ولا باش هذه كاع تساوي لي صفر لازم اكسبونونسيال هذا الاكس تاعو يكون صفر، خاطر كيما نعرفوا اكسبونونسيال تاع صفر شحال واحد. اوكي اوكي فوالا سي بون كملنا هذه كملنا تسمى شحال قلنا يساوي اكس، اكس يساوي الصفر، نقولوا اكس يساوي الصفر وبالتالي سي اف يقبل مماثل تي معامل توجيهي واحد، اي اكس يساوي الصفر وبالتالي المنحنى سي اف يقبل مماسا معامل توجيهه شحال قلنا واحد عند شحال عند النقطه اللي صبناها دوكا فوالا عند النقطه ذات الفاصله صفر فوالا رانا اصح عند النقطه ذات الفاصلة اكس يساوي صفر ولا صفر. اوكي اوكي دوكا نكتبوا معادلة المماس جو سي با لا فيني ليسباس نكتبها هنا ولا لا نكتبها هنا نكتبها معليش كتابة معادلة المماس يعني كاتبها مقبلة يعني كاتب القانون تاعها هو هذا اف بريم لصفر في اكس ناقص اكس. اوكي دوكا انا هادي كاع نكتبها هنايا شحال اف لاكس قلنا هذا هو قال لك من الاول يساوي واحد ياك نديرو واحد في اكس ناقص شحال ناقص صفر خاطش النقطة قلنا هي صفر دوبالكم زائد واش زائد اف لي صفر نروح عند اف تاعي هنايا هذه ونعوض صفر كي نعوض صفر شحال راح نصيب ندير هكا ثلاثة في اكسبونونسيال صفر ناقص واحد على اكسبونونسيال صفر زائد شحال نصيب بعد هذه نصيبها 3 ناقص 1 على شحال على 1 زائد 1 ونصيبها 2 على 2 وتساوي لي 1 يعني هذه كاع زائد 1 هذه هي معادله المماس تاعي نقدر نزيد نكملها شحال تولي لي اتولي لي 1 في اكس اكس زائد 1 وهذه هي معادله المماس تاعي وجسبر تكونوا فهمتوها بيان كوم الفو. السؤال السادس حساب احداثيتي نقاط تقاطع المنحنى سي اف مع محور الفاصل. واش معناتها التقاطع مع محور الفاصل؟ مثال زعما هذا المنحنى هكذا او يتقاطع مع محور الفاصل واش معناتها؟ اذا كان بغا نقولوا اف لي اكس وهذا سموه سي اف واش نقولوا؟ نقولوا اف لي اكس تساوي صفر ونحلوا المعادله تاعنا اف لي اكس تساوي صفر ونجبدوا الاكس هذاك شحال يساوي هذيك هي نقطه التقاطع ولا كان يتقاطع شحال من خطره معناتها نقاط تقاطع. اوكي نكتبوا حنايا هذا هو البرنسيب تاعنا اللي حنا نخدموا به دوكا واش نقولوا؟ نقولوا 6 حساب احداثيتي نقطه تقاطع سي اف نقطة تقاطع المنحنى سي اف مع محور الفواصل سي بون هذه هي فوالا الله واش نديرو دوكا نديرو اف لي اكس تساوي الصفر تكافئ ماذا تكافئ هذه كاع 3 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 على اكسبونونسيال اكس زائد 1 تساوي الصفر هذه هي سي بون مدات والو دوكا نضرب هذا في هذا شحال تولي لي هذه تولي لي هكذا شوفوا مليح 3 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 تساوي لي اكسبونونسيال اكس زائد 1 الكل في صفر تولي لي صفر 3 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 اوكي دوكا هذا الواحد نديه مليك واش تولي لي 3 اكسبونونسيال اكس تساوي لي 1 اوكي يعني اكسبونونسيال اكس شحال يساوي لي 1 على 3 سي بون دوكا باش نحي الاكسبونونسيال واش لازمني ندير لازمني ندخل الان كي ندخل الان واش تولي لي الان تاع اكسبونونسيال اكس هي الان تاع 1 على 3 يعني واش معناتها معناتها اكس شحال يساوي الان 1 على 3 وتعرفوا ثاني خواص الان يعني هذا كاع واش يساوي لنا الان
واحد ناقص ألان ثلاثة، وألان واحد يساوي لنا صفر ناقص ألان ثلاثة، وبالتالي تساوي لنا ناقص ألان ثلاثة. وهذه هي نقطة تقاطع المنحنى سي اف مع محور الفواصل. اوكي، اكس شحال صبناه في الحالة هذه؟ صبناه ناقص ثلاثة. مالا هذه هي النقطة. اوكي، واش نقولوا؟ يعني النقطة هذه اللي سميناها بي راح تكون شحال؟ اكس تكون ناقص ألان ثلاثة، فاصلة تاعها والترتيب تاعها صفر. اوكي، نقولوا النقطة بي هي نقطة تقاطع، هي نقطة تقاطع المنحنى سي اف مع محور الفواصل. سي بون، نروحو دوكا للسؤال الذي يليه. نتلاقاو دوكا في الرسم البياني. قال لك ارسم كلا من تي و سي اف. دوكا شنو نقول دوكا؟ رسم، رسم تي و سي اف. صح، حنا رسمنا بزاف صوالح ماشي غير تي و سي اف. تي شحال المعادله تاعو؟ اكس زائد واحد داله تالفيه. هاك هذا هو تي تاعنا. تعرفوا ترسموا، نديروا جدول مساعد ونديروا اكس و ايغراك ونعوضوا شاك فوا نعوضوا هناك. يكون اكس صفر ايغراك شحال نصيبه؟ نصيبه واحد. يكون اكس واحد ايغراك نصيبه اثنين، ونرسموا المعادله تاعنا ولا نرسموا المنحنى تاعنا. اوكي، زدنا رسمنا ثاني المستقيمات المقاربه. قلنا عندنا مستقيم مقارب شحال المعادله تاعو؟ ايغراك واحد تساوي ناقص واحد. والمستقيم مقارب ثاني شحال؟ ايغراك اثنين معادله تاعو ثلاثه. سهله. اوكي، هذا الناقص واحد بجوار ناقص من النهايه، وثلاثه بجوار الزائد من النهايه. عندنا ثاني نقطه تقاطع المنحنى سي اف مع محور الفواصل. شحال صبناها؟ صبناها ناقص الان ثلاثه. جينا بيبري واحد فاصل ناقص واحد فاصل صفر تسعة، كي نحسبوها بالآلة الحاسبة. هاي لك ها، ناقص آلان تاع ثلاثة شحال نصيبوها؟ ناقص واحد فاصل صفر تسعة ستة وثمانين. أوكي، صح، اللي راهي جاية هنايا هنا. وعندنا تاني مركز تناظر المنحنى، شحال المعادلة تاعو؟ صفر واحد، ياك صفر واحد، صفر واحد تسمى هنا، هنا المنحنى تاعي أو رايح، واش يصرالو؟ أو رايح يتناظر. دوكا نروح نرسم السي اف تاعي. انا عم بالي بلي عند الناقص واحد راهو جاي منا، هذا راهو في الناقص من النهايه، وعم بالي بلي هنا راح يقطع محور فواصل، ثم راح يجينا هكذا هكذا يطلع 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 حتى لهنا. وعم بالي بلي واش عم بالي بلي هنا في النقطه هذه هي مركز تناظر المنحنى، يعني المنحنى دوك كيما رسمته هنا او راح يتقلب في الجهه اللي منا، او راح يتقلب كي شغل عندي مرايه في النقطه هذيك، كي شغل عندي مرايه. دقيقه باك نركز باش ما نغلطش، نعاود نرسم المنحنى تاعي. فوالا، اللي يعاود يجينا كيما راه هكذا، يعاود يجينا هنايا هكذا. فوالا، سقمو شويه ونرسمو المنحنى تاعنا. ما حش نجيبوه كيما لا كالكيلاتريز غرافيك، على كل حال نجيبوه بالطريقه تاعنا. هذا هو المنحنى تاعنا سي اف. هكذا انا رسمنا تي، رسمنا سي اف، رسمنا المستقيمات المقاربه تاعنا. اوكي، نتلاقاو دوكا في المناقشه البيانيه توت سويت، ونلتقي مره اخرى في السؤال السابع والاخير. المناقشه البيانيه، نكتبو دوكا سبعه المناقشه البيانيه. اوكي، المناقشه البيانيه. عباكم بلي كاينه مناقشه بيانيه مائله، كاينه مناقشه بيانيه دائريه، وكاينه مناقشه بيانيه افقيه. حنا نتمنى ان شاء الله نصيبها افقيه باسكو هي السهله. اوكي، المناقشه بيانيه حسب، نكتبها هنا، حسب قيم الوسيط ام. اوكي، حسب قيم الوسيط ام، عدد واشاره الحلول المعادلة، عدد واشاره حلول المعادله. شحال المعادله هذه؟ شحال؟ 3 ناقص ام في اكسبونونسيال اكس تساوي لنا ام زائد 1. حنا دوكا نبداو نحلوا المعادله هذه اللي عطاوها لنا. اوكي، لازم نحلوها ونبسطوها ومن بعد نشوفوا كيفاش نديروا معاها.
نكمل نوزع انا واش تولي لي هذه تولي لي 3 اكسبونونسييل اكس ناقص ام اكسبونونسييل اكس تساوي ام زائد 1 ياك ولات لي هكذا كي شغل ما درنا والو على كل حال اوكي صح هذا الام نجيبو منها واش تولي لي 3 اكسبونونسييل اكس ناقص ام اكسبونونسييل اكس ناقص ام تساوي لي 1 هيدا لا 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 صح دوكا سي انا واش ندير نخرج الام هذا عامل مشترك واش تولي لي 3 اكسبونونسييل اكس ناقص ام اوكي في واش في اكسبونونسييل اكس زائد 1 تساوي لي 1 ياك اوكي صح دوكا انا نبدا نشوف هاد الداله تاعي هنا والداله هذه اسكو هذه نقدر نردها تشبه للداله هذه ولا لا لا كيما راهي شوفوا شحال نديرها ندير 3 اكسبونونسييل اكس هذا الواحد نجيبو منه ناقص 1 وهذه هذه كاع نديها من هيك واش تولي لي تولي لي ام اكسبونونسييل اكس زائد 1 ما درت والو هذا الواحد جبته منه وهذه ديتها منه دوكا شوف نردها نردها 3 اكسبونونسييل اكس ناقص 1 على هذه نهبطها على اكسبونونسييل اكس زائد 1 تساوي لي ام ما درت والو خدمت منها نورمال اوكي هبطت بها حتى لهنا كي لحقت لهنا خرجت ام هذا عامل مشترك نسيت الام هذا نخرجه وحده اوكي خرجت ام في اكسبونونسييل اكس زائد 1 تساوي لي 1 ومن بعد حوست نرد هذه نردها تشبه للداله تاعي رديتها تشبه للداله تاعي واش خرجت لي دوكا خرجت لي اف لي اكس تساوي لي ام واش معناتها معناتها مناقشه بيانيه افقيه اوكي هذه مناقشه بيانيه افق على كل حال مناقشه بيانيه طرس ماشي طويل بزاف على كل حال وماشي صعيب ثاني وما اوكي كي تخرج لي مناقشه بيانيه افقيه واش معناتها معناتها نبدا نحكم ان راجل تاعي الوغ نحكمو لا راجل تاعنا اوكي باسكو عندنا مناقشه بيانيه افقيه على كل حال عندي مسطره راهي في واحد المسيد حتى نجيبها اوكي ونبداو نديرو هكذا نطلعوا من ناقص ما لا نهايه ونشوفوا لنتلاقاو مع المنحنى تاعنا ولا لا لا انا نشوفوا باللي من ناقص ما لا نهايه حتى للواحد ما ناش نتلاقاو بالمنحنى تاعنا ما لا واش نقولوا نقولوا اذا كان اذا سمحوا لي برك سقموها برك فوالا فوالا واش نقولوا ما لا نقولوا اذا كان ام هذا كيفاش اصغر تماما من ناقص واحد ما نتلاقاوش بالمنحنى ولا كان ام هذا شوفوا لو كان جي من الزائد من النهايه ونجي جاي حتى للثلاثه ما نجي نتلاقى بالمنحنى و او ام اكبر تماما من ثلاثه المعادله لا تقبل حلولا المعادله لا تقبل حلولا خلاص دوكا نشوفوا هنا من الواحد حتى من ناقص واحد حتى الواحد هنشوف بلي المنحنى كان في السالب اوكي ومن الواحد وطلع حتى ثلاثة المنحنى ولا في الموجب اوكي ما احنا واش نقول له نقول له اذا كان ام هذا محصور ما بين ناقص واحد حتى الواحد المعادلة تقبل حلا وحيدا سالبا خلاص انا هنا دوك انا نشوفو من الواحد وطلع حتى لثلاثة شوفو مليحة اذا كان ام هذا محصور ما بين واش من واحد لثلاثة انا نشوفو بلي منحنى ولا في الكوتي الموجب انقولو المعادلة تقبل حلا وحيدا موجبا اوكي صح دوك إذا كان ام يساوي واحد اذا كان ام يساوي واحد المعادله تقبل حلا واحدا ووحيدا ووحيدا اوكي هذه المناقشه البيانيه الافقيه نتمنى ان شاء الله تحكم في الباك مناقشه بيانيه افقيه على خاطر ياسر على كل حال ما حش نمدلكم مناقشه بيانيه دورانيه ولا افقيه خاطر حت صعب عليكم نتمنى تكونوا فهمتوا مليح ونتمنى ان شاء الله يطيحكم ديما هذا في الباك هكا تدعونا بالخير ما تنساوناش في ابوني بارطاجي
ودعمونا الى حبيتو، دعمونا وتهلاو في راحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في دي فيديو اليوم جايين من بعد.